العلماء على ثلاث طبقات. طبقة العليا العالية، العلماء الأكابر، وهم يعرفون الحق والباطل، وإن اختلفوا لم ينشأ عن اختلافهم الفتن لعلمهم بما عند بعضهم بعضا. خلاف الفقيه خلاف في عقله لا ينتقل من عقله إلى قلبه. الخليفة الفقيه المتمكن العارف في أسباب الخلاف، والذي يقدر الخلاف ويعرف هل هذا خلاف مستساغ وغير مستساغ، إن خالف غيره وكان غيره من الفقهاء الكبار خلافه لا يتعدى عقله، خلافه لا ينزل إلى قلبه. هذه الطبقة العليا. قال الطبقة السفلى السافلة عامة على الفطرة، لا ينفرون عن الحق، وهم أتباع من يقتدون به، إن كان محقا كانوا مثله، وإن كان مبطلا كانوا مثله، ناس لا يفهمون. والطبقة المتوسطة، قال شوكان فيما نقل عن علي بن قاسم، قال هي منشأ الشر وأصل الفتن الناشئة في الدين، وهم الذين لم يمعنوا في العلم حتى يرتقوا إلى رتبة الطبقة الأولى، ولا تركوا حتى يكونوا من أتباع الطبقة السافلة، فإنهم إذا رأوا أحدا من أهل الطبقة العليا يقول ما لا يعرفونه مما يخالف عقائدهم التي أوقعهم فيها القصور، فوقوا أي وجهوا إليه سهام التقريع، ونسبوه إلى كل قول شنيع، وغيروا فطر أهل الطبقة السفلى عن قبول الحق بتمويهات باطلة، فعند ذلك تقوم الفتن الدينية على ساق. قال الشوكاني هذا معنى كلامه الذي سمعناه منه وقد صدق، فإن من تأمل ذلك وجده كذلك. اسمع ماذا يقول الشوكاني الجزء الأول 65، قال وهذه قاعدة مضطردة في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب والسنة، فإنه لا بد أن يستنكره المقصرون ويقع له معهم محنة بعد محنة، ثم يكون أمره الأعلى وقوله الأولى، ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرين، ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره.